بسم الله والحمد لله، ربنا ثبت أقدامنا على التوحيد وعلى محبتك وعلى طاعتك وعلى خشيتك يا مولانا، يا من له الطول ومن له الحكم ومن له الشرع للعالمين، ولكن نرى في تاريخ البشرية التعيسة عموما أن التشريع يصدر عن من غير مؤهلين للتشريع، تشريع الإيجابي. اللهم بلغنا رضاك وامددنا بقوة من عندك حتى تسمح لنا بالقضاء أو محاربة الأعداء. وفي مقدمتهم قلنا الصهاينة النصرانيين الإنجيليين، ونازية إن صح التعبير المغرمين من اليهود ومن الكرب ومن الأمة التي هي لا تصل لا لها ليس لها صلة بحقيقة الإسلام. والسلام علينا أهل الرحمن وأتباع رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام.